بمظهره الأخاذ وسنواته 26 كضابط في البحرية الأمريكية، يدخل الأدميرال جو ساستك معركة الانتخابات النصفية للكونغرس في بنسلفانيا. لكن في خلال الأشهر الماضية تعرض ساستك إلى حملة دعائية سلبية وصفته باليساري الراديكالي، صوت لتمويل دراسات عن النمل ب500,000 دولار. مهندس هذه الهجمات ينتمي إلى مجموعة محافظة تسمى نادي النمو، والتي بفضل قرار المحكمة العليا باتت بإمكانها تلقي هبات غير محددة بعكس السقوف التي كانت تحدد للتبرعات في السنوات الماضية. جماعات المصالح الخاصة وول ستريت والشركات الكبرى وأصحاب المليارات دفعوا مبالغ طائلة لتحويل هذه الانتخابات إلى مزاد علني ليفوزوا بمقاعد خاصة بهم. كان دائما للشركات والنقابات الحق في تمويل الحملات الانتخابية الأمريكية، ولكن القوانين الجديدة سمحت بالتبرعات بدون حاجة إلى ذكر هوية محرر الشيكات. يسمون أنفسهم الأمريكيون من أجل فطيرة التفاح أو الأمهات من أجل الأمومة، ثم يستخدمون أصواتهم لإسكاتكم. الديمقراطيون أيضا يتلقون التبرعات من الجماعات التي تمول الدعايات المضادة، ولكن المنظمات المحافظة أكثر تنظيما على صعيد التمويل. إذا كنت في حالة منافسة ومستهدفا بهذه الملايين من الدولارات، كيف سيبدو لك هذا السيل المستمر من الرسائل على شاشات التلفزيون والإذاعات؟ وإذا فتحت صحيفتك ترى إعلانات بشكل مستمر وتتلقى أيضا الرسائل على بريدك. قد تنفق الأحزاب الأمريكية ما يقارب 4 مليارات دولار خلال هذه الانتخابات النصفية، ما يجعلها أغلى انتخابات في التاريخ.